يقول ما حكم الزينة في الأنف للنساء؟ الزينة في الأنف وفي غير الأنف كلها سائغة, يعني كل ما هو زينة ما لم يأتي شيء يدل على منعها فالأصل هو الجواز. يقول وضع قراريط ثقب في الأنف ثم توضع فيه ما في حلقة من ذهب أو فضة, ما في بأس إذا كان لي أقول لا بأس بذلك.